شيخ، من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين، لكن إذا سافر المسافر وجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليه الدخول معهم ولا أنه ما يجب؟ أولا صلاة العيد بارك الله فيك أكثر العلماء على أنها سنة، وقيل أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، والأقرب أنها فرض عين على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الحيض حتى ذوات الخدور والعواتق أن يخرجن لصلاة العيد. فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد، فإن كنت سائرا في سفرك فلا عليك أن تبقى أن تنزل، لكن إذا كنت نازلا في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معه. هل نطوف مثلا أو نبدأ بنفسك؟ هل مكة يهدون؟ نعم، كذلك مثلا إذا كنت في مكة وأقام صلاة العيد وأنت تطوف فاقطع الطواف، اقطع الطواف وصل العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. طيب، على الرجال والنساء فرض عين يعني؟ لا، النساء ما يظهر لنا فرض عين، لكن الرسول أمر بذلك، أمر النساء أن تخرج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إلى المرأة للجمعة والصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد.